مشاهدينا اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من بيت العيله. في كل حلقه في بيت العيله بنستضيف اسره مصريه، بنتعرف على افرادها، بنقرب منهم. المجال مفتوح والحوار ممتد، والاسر المصريه التي تشارك في بناء امجاد هذا الوطن لا تنتهي، فتابعونا. اهلا بكم مشاهدينا مره تانية مع الاسره اللي هي ضيفتنا، واحنا ضيوفهم النهارده هنقدمه لكم. الاسره هي اسره المحامي حازم بهجات واخوه، هو ضيف الاسره اللي معانا النهارده، اخوه مصطفى بهجات، ومعانا الزوجه الاستاذه رشا سعد. قبل ما تتعرفوا على افراد الاسره، احب اقول لكم ان هي اسره من الصعيد، بني مزار، يعني اسره صعيديه، لكن مش بالمعنى المتعارف عليه او المعنى اللي بيجي في الدراما ونلاقي الزوجه اللي مغلوبه على امرها او الاسره اللي هي مش متعلمه. بالعكس، اهتموا بالتعليم جدا، واكتر من كده كمان، هم مهتمين بالعمل العام، مهتمين بالشان العام وبالسياسه وتفاصيل كتير. هتلاقوا ان الدنيا اختلفت تماما، والاجيال اختلفت طريقه تفكيرها تماما، طريقه تعاملها مع المراه، تناولها القضايا كتير قوي متعارف عليها وعارفينها، وكانت بتسبب مشاكل كتير زي الطار وزي احيانا الطائفيه، وكل الافكار دي بقت اكثر تطورا واكثر رقيا. اسمحوا لي اقدم لكم المحامي والمستشار بالتحكيم الدولي الاستاذ حازم بهجات. اهلا بيك. اهلا بيك. اخوه مصطفى بهجات، اهلا بيك. معانا الاستاذه رشا سعد الزوجه، اهلا بيكي. والولاد اهلا بيكم. معانا الكبيره جمانة، معانا محمد في النص، ومعانا كنزي، صح؟ ازيكم؟ اهلا بيكم منورينا. وانا ما قدمتش رشا لسه بالتفصيل علشان اؤكد على فكره ان الاسره دلوقتي مختلفه تماما، واهتمامها بالتعليم مختلف. رشا خريجه اداب قسم فرنسي، مش كده؟ ليسانس اداب قسم فرنساوي. ومصطفى انت برضو مدرسه ثانوي صناعي. ومصطفى مهتم، رغم ان هو طالب وبيدرس، الا انه مهتم بالزراعه، ودي نقطة إيجابية هتكلم فيها بعد كده، إن أنت جمعت الاتنين. ما حاولتش إن أنت تقول لا الزراعة لا، أو تبص لها نظرة تعالي، فدي نقطة لا إيجابية فيكوا قوي. في البداية بس قبل ما أدخل في أي تفاصيل، أنا بحب يعني دايما أعرف إزاي بقى التعارف الأول، وأول لقاء، وأول نظرة، وأول ابتسامة. هو طبعا أنا بالنسبة لزواجي من مدام رشا، طبعا يعني وجهي عبارة عن كان والدي وجدها، كانوا في تعارف بينهم وبين بعض. المهم جه والدي بيقول لي ده في بنت كويسة وبنت ناس محترمة، ففعلا يعني جواز، هو جواز تقليدي، جواز تقليدي. والولد هو اللي اشار على العروسه، فاحنا ضامنين هنا رضا الاهل. طب انت بقى تجاوبت، ما قلتش لا انا مش عايز اتجوز بالطريقه دي؟ لا، ما انا هقول لحضرتك، انا يعني كنت قعدت فتره كده، يعني ما كانش الجواز ده قص، يعني بالنسبه لي ما كانش هدف في الوقت اللي انا اتجوزت فيه. لكن بعد ما شفت المدام غيرت رايي، غيرت الهدف. بصراحه قلت لا ده هو هدف. لان انا برضو كل واحد بيبقى عنده احلام معينه، زوجه معينه، بيت معين، اصل يعني ادب، الاحترام، الرسول عليه الصلاه والسلام لما اتكلم في حديثه الشريف فاصفر بذات الدين تربت يداك. فانت هي المدام عندي بتحفظ قران، هي مياله. المدام استاذه رشا، انت مياله للصوفيه اكتر، ده اللي انا اعرفه يعني. وانا هتكلم معاكي في القصه دي بقى. تبع الطريقه وشيخ معين، وطريقه الطريقه الخليليه. العارف بالله الشيخ صالح ابو خليل الكبير اللي هو في الشرقيه. ايوه. وبعدين الصوفيه ما احنا دارسينها في الفلسفه ودارسينها كعلم.
ايوه يعني هو التصوف منهج للدنيا والدين. ايوه للدنيا لان التصوف بيركز على الجوهر، ايوه مش المظهر، الجوهر. أيوة. التصوف ده جوهر الانسان. فانت بتهذبي الروح، ما تحكميش على المظاهر لا خالص. مش هو ده التصوف، حب الله لحب الله. هو التصوف هو الطريق نفسه، ادب واستسلام. ايوه يعني المنهج وطريق كله ادب. وبعدين احنا في الحديث في القران الكريم، يعني احنا مش التصوف. وبعدين ائمه الازهر ما كلهم متصوفين. ايوه يعني عندنا طب ائمه الدراما الازهر، لما بتعرض التصوف، كان ما هو عندنا بتعرف مسلسلات، كان عندنا كتب معينه انتشرت قوي في الفتره الاخيره، بتبقى هي دي الصوره الصح ولا؟ لا ما هو بص حضرتك، هم بيركزوا على جانب معين ويتكلموا فيه. الجانب اللي هو مثلا، ما انا ما ببداش التصوف من الاول، لان هو مراتب التصوف، مقامات ومراتب. ايوه وانواع بتبدا وطرق. وانواع وطرق، بس كل الطرق بتأدي كلها، يعني الغايه هو ربنا سبحانه وتعالى. طيب ده فرق معاك، انت بتقولي التصوف هو انا كنت في الفكره الاول الاساسيه فيه ان انا ما احكمش على المظاهر ابدا في تعاملي في مع الاخر، الجوهر. الجوهر هو المهم والاخلاق والادب. فكره الاستسلام هرجع لك فيها تاني اتناقش فيها اكتر من كده. ده فرق معاكي لما يعني هو دلوقتي انا بكلمه بساله وقال انا لقيت فيها الحلم، فرغم ان ده ما كانش هدفي، كنتش عايزه اتجوز في ما الوقت انا ده كنت الا زيه. اني غيرت وقلت لا خلاص انا هتجوز. كنت زيه، انت انا بقى كان اتجوزت. انا طبعا بعد ما خلصت الكليه كان يعني بيتقدم لي وانا لسه في الكليه، بس انا كان فكري، يعني انا بعد ما اخلص كليه كان في دماغي حاجه معينه. بس لما بتيجي الحاجه دي، انا مثلا ممكن اشوف واحد، لا مش حاسه ان في الصوره مش مكتمل. في هو حاجز بينك وبينه مش عارفة ليه. في حاجز لسه مش هو ده اللي انا عاوزاه. ايوه بس لحد ما شفت الاستاذ حازم، اكتر واحد حيرني. حيرك. حيرني، خايفه اقول خايفه اقول لا، طب خايفه اقول لا لا ده كلام ماليش. كبير قوي، ده احنا انا اول حلقة ليا اقعد في الموضوع ده كتير كده. لا خايفة تقولي ليه؟ ما انا ما اعرفه، يعني ما شفتهوش قبل كده خالص، كان اول مره يجي، اللي هو اول مره اشوفه في بيتنا. خايفه اقول من اول مره، لان احنا عندنا خلاص، انا خدت مساحه كبيره في ان انا حريه الاختيار. ايوه كان عندي حريه اختيار، وبابايا ومامتي كانوا مساعديني على كده، ان انا لما اختار شريك حياتي براحتي. رغم ما انت برضو من الصعيد، بس لكن براحتي الفكر اختار. اتغير كده فعلا. يعني هم لا قالوا لك اختار، ما انا بدليل ان اختاري. انا كان بيتقدم لي مثلا من وانا في الكليه، من ما بدات اولى كليه. ايوه بس لا مش عاوزه مش خلاص. عايزه. طيب ليه ما قلتيش بقى، هل الحريه ليها حدود هناك؟ يعني ليه ما قلتيش انا عايزه اقعد معاه اكتر من مره ما انا عشان الحيره دي تروح قعدت معاه اكتر من مره وخرجت معاه، كمان؟ بس في اطار الصح، اللي هو مثلا اخويا معايا، مامتي معايا، ايوه خرجت معاه قبل ما نقرا الفاتحه. خرجتي معاه فعلا وقعدت معاه، قعدنا وقت كبير وراحت عشان هو الحيره يعرف. بتاعت خايفه اقول راحت الحيره لما قعدت معاه، ايوه قدر يقنعني. قدرت تقنعه، وكان جواز والحمد لله. احنا شايفين بقى الانتاج، يعني 4 اولاد زي القمر. طبعا الصغير كان عامل دوشه شويه، فاحنا يعني هيجي بعد شويه، بشار ممكن نستضيفه بعد بشار. بعد شويه. طيب انا عايزه اعرف اكتر عن الصعيد دلوقتي بقى حاله ايه. عايزه اعرف قضايا كتير زي الطار، زي لسه في ناس بتقتل بعض وطار بين العائلات، ولا الجيل الجديد قدر يقضي؟ اصل انتوا الامل فيكم، الجيل بتاعكم واللي بعدكم الامل فيكم ان انتوا تقضوا على الموضوع ده تماما. والله انا هقول لحضرتك حاجه بالنسبه لقصه الطار ده في الصعيد، حاجه يعني صعب جدا. انا بكلمك بوجهه نظري، يعني في يعني حتى مش في الصعيد بس على فكره، يعني هو في الصعيد وفي وجه بحري وفي القاهرة هل قضايا الطار بينكم تبقى متوارثة فعشان كده صعب تقضوا عليها انتوا كجيل، بتورثوها لبعض؟ لا مش قصة ان هي بتتورث لبعضها، هي كل القصة ان انت لما بيحصل قصة القتل، واخدة بال حضرتك، فبيحصل طبعا اهل في الصعيد احيانا بيتعايروا بيها.
يعني انا استغربت من كلمه بتتعاير او حد ممكن يعايرك، لان الامل فيكو والامل ان انت ما تحسش اصلا باحساس ان دي فيها معايره. لا، هو قانون، في قانون، والمفروض الاجيال المتعلمه هي الامل فيها، والزوجه تلعب دور المفروض، والامل في الاجيال المتعلمه. تفرق عن اللي هي التوعيه عن اللي قبلها ازاي يعني؟ هنا في وعي المفروض. طيب عموما انا هخرج من قصه الطار دي، و عايزه اتكلم، اعرف برضو حال الصعيد في نواحي تانية. عايزه اتكلم عن الطائفيه. احنا بنسمع بحوادث، وان لسه احيانا في بعض القرى بيبقى في تهجير لاسر مسيحيه، وبنستغرب ان احنا في العصر ده ولسه في ناس بتفكر كده. يعني احنا بنتكلم والعالم كله في حته تانية خالص، واحنا لسه ثابتين عند قصص مش المفروض يتوقف عندها. هو حضرتك بالنسبه للطائفيه، طائفيه مفيش طائفيه في الصعيد، مفيش طائفيه في الصعيد نهائي. طب المشاكل اللي بنسمع عنها في الكرة بتطلع كده مره واحده، ما تفهمش ازاي اشتعلت مره واحده، مين اشعلها؟ دي حضرتك كان ظروف البلد كلها في الفتره اللي فاتت دي. انا اعتقد ان الاخوان كان لهم يد كبيره جدا في قصه الفتن اللي كانت بتحصل في الفتره اللي هي بعد الثوره. لكن مفيش فتنه طائفيه في الصعيد. المسيحي اخو المسلم، المسلم اخو المسيحي في الصعيد. انا عندي في البلد، انا جدي الشيخ خليل بهجات كان شيخ، يعني زي كده شيخ بلد. المسيحيين في جدول الانتخابات بتاعتنا بنستشيرهم في كل حاجه، يعني بنقعد مع بعضنا نتفق في امور القريه كلها، في امور القريه كلها. انا سمعت كلها كمان ان جدك شارك وساعد جيرانه المسيحيين في ان هو يبني كنيسه. مظبوط، حصل الكلام ده حضرتك، والكلام ده من حوالي بالظبط 20 سنه او 25 سنه. كان المسيحيين عندنا في القريه كانوا بيضطروا ان هم يمشوا القريه تاني جنبينا بحيث ان هم يؤدوا الصلوات بتاعتهم. فجدي يعني قال ما ينفعش المسيحيين القريه بتاعتنا يروحوا قريه تاني ويتعبوا. فطبعا عمل كنيسه ليهم في قريه صفت. هم طبعا قاموا بالبناء بالتكلفة، بس هو طبعا كان في يعني كان في شبه اعتراض كده من بعض الناس اللي هي مش ما عندهاش الثقافة الدينية. فطبعا عملوا الكنيسة وبيصلوا فيها حاليا، وفي بينهم. وده جدك يعني، ده جيل كمان اللي قبلك، اللي هو جيل كان المفروض ان الفكر الراقي المتحضر ده ما يكونش موجود عنده. لكن رغم كده كان موجود. ده جدي من ضمن الحاجات حضرتك، ان هو انا عندي جدي ابو والدي. ايوه. وجدي ابو والدتي. ايوه. لان والدي على فكره متجوز بنت عمه. ايوه. واخد بال حضرتك؟ والد جدي، انا جدي خليل بهجات كان من الشخصيات المميزه، كان من الشخصيات اللي هي ذو قدر كبير من العلم، مع انه ما دخلش مدرسه، بس كان عنده ثقافه فوق ما تتخيلي. بس كان برضو كان عضو مجلس محلي مركز، كان بيهتم بالقريه فوق ما تتخيلي، من مشاريع بيسعى لاي مشروع يدخل القريه، سواء مشاريع للصحه او التعليم او. وعشان كده انا في البدايه لما قدمتكم قلت انها عائله بتهتم بالشان العام، بالعمل السياسي. واللي اعرفه ان في كمان خبر بقى يعني جديد صب لينا، ان انتوا هتتبرعوا بقطعه ارض كمان تبقى مستوصف طبي. كنت قاعد مع والدي من يومين، واتفقت معاه انه ان شاء الله باذن الله هيخصص قطعه ارض مساحتها على حسب الصحه، ما يعني تحدد المساحه اللي هي محتاجاها، تحدد زي ما هي عايزه. فان شاء الله باذن الله ده سبق للبرنامج، ان شاء الله باذن الله والدي هيتبرع بقطعه ارض مستوصف طبي لقريه صفت ابو جرك. طبعا ده بيخدم القريه وبيخدم القرى المجاوره. ايوه. سواء قريه ابو جرج، سواء قريه ابو طوجه.
يعني 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 فكر بصراحه متحضر جدا، فكر راقي جدا، ان انك تتبرع لصالح البلد. ده فكر فعلا عايز ناس تبقى على قدر من الوعي والثقافه. فان والدك يبقى مقتنع انه يعمل كده، رغم ان الارض انا عارفه هي معزتها دي عند الصعايده عند الفلاحين، فدي حاجه. انا عندي والدي من يعني هو كمان شغال بالعمل العام. أيوة. هو بيعمل اللي هي الاعداد، اللي هي الاعداد زي الاعداد العرفيه، بيصالح دي الناس يعني مع بعض عليها. لسه الاعداد دي موجوده. والدك يقعد يصالح الاهالي يعني اهالي القريه مع بعض. انا عندي مقر بالاعداد دي. انا عندي والدي تحكيم الدولي مستشار بالتحكيم الدولي. ايوه. هو طبعا والدي بيتاجر في كل يعني تجارته متوسعة. هو من الشخصيات اللي يعني قلبها أبيض جدا. أنا بحترمه وبقدره فوق ما تتخيلي، هو والدتي وجدتي. ودي سمة من سمات أهل الصعيد متهيألي. مش كده؟ معظم العائلات تحترم قوي كبيرها. طبعا. والأب والأم، والأم ليها كلمة. أنا عندك حمى بقى ولا إيه النظام؟ هنرجع لك في الموضوع ده. طبعا والدي من الشخصيات اللي هي طبعا كان عضو مجلس محلي مركز، كان ماسك لجنة الأمن في المركز بني مزار. من ضمن الحاجات اللي كان هو يعني بيقعد عادات عرفية كتيرة جدا، من أشهر المحكمين في مستشار في التحكيم الدولي حاجة. دي مهنة، لكن إنه كمان بيطبقها وسط أهله وأهل بلده. الأساس إنه هو محكم. يعني طبعا أهم حاجة بالنسبة للمحكمين عندنا إن هم يحاولوا يعني المتخاصمين مع بعضهم او اللي فيه مشكله بينهم بعض. ودي ربنا طبعا طبعا اكيد ربنا في الاخره بيجازيهم على بيحاولوا يعدلوا في حكمهم. طبعًا يسمعوا من طبعًا الطرف ده والطرف ده هم يحكم. طبعًا. طب امتى امال بتلجأوا للشرطه ولا اللجوء هنا؟ انا اعرف ان اللجوء بيبقى في حالات ضعيفه جدا. يعني الحق بتاخدوه بايديكم، المصالحه بتعملوها انتوا. طيب لا، هو امتى مش بالظبط كده. هو الشرطه، في شرطه طبعا، وبيبقى في طبعا مشاكل بتوصل للشرطه، واخد بال حضرتك. بس معظم الصعيد على قد ده كله في عادات وتقاليد بصراحه شديده كويسه جدا، فانتوا مش بتحتاجوا قوي للشرطه. الشرطه لا طبعا، اكيد طبعا الشرطه بالنسبه لنا حاجه الا بقى حالات معينه، لكن العادات والتقاليد هي اللي حكماكوا اكتر. الشرطه شيء مهم جدا في الصعيد. في الصعيد خاصة كمان، يمكن أكتر من وجه بحري أو القاهرة والكلام ده. وعندنا اسم شرطة بني مزار من في شخصيات محترمة جدا، سواء رئيس مباحث أو معاونين المباحث، ناس كويسة جدا وناس محترمة بيأدوا الواجب اللي عليهم. طبعا عندنا في بني مزار من ضمن الحاجات اللي هي اللي والدي بيسعى إليها على طول، انه طبعا بيعقد الجلسات العرفيه عندنا في عندنا دوار مكان كده كبير عند خالي. ده الارض دي بتاع العيله، بيقيموا فيها العادات العرفيه. وخالي ده خالي خليل ده من ضمن برضو الناس المحكمين برضو في كلكم متوارثين المهنه دي. جدي كان قبليهم. والطرف الثاني بيستجيب وبيستجيب للحكم اللي بيطلع عليه وايا كان. في طبعا بيحترموا، طبعا بيحترموا المحكمين، لان هو برضو بيبقى مستدعي محكمين من ضمن الناس المحكمين اللي موجوده. يعني الطرفين مثلا بيبقى ده بيجيب مثلا اثنين محكمين او ثلاثة محكمين، والتاني بيجيب مثلا نفس الموضوع. أيوة. بيطلعوا طبعا طبعا الغلطان طبعا لازم ما فيش كلام يعني. أيوة. لازم يقيموا عليه الحكم ايا كان. طب نيجي لمصطفى بقى. مصطفى انت لفت نظري ان انت طالب، ورغم كده بتزرع في الارض. صح. ما قلتش مثلا لا انا خلي حد هو اللي يزرعها، انا طالب، انا الجيل بتاعي ده لا ما ماليش في الزراعه؟ لا. طب وليه؟ انا لسه شاب صغير يعني، اتجه للتعليم وفي نفس الوقت اتجه للزراعه بتاعتنا. يعني هي دي زي دي. انا لما الوقت الفاضي بتاعي بتجه للزراعه بتاعتي، وفي الوقت برضو بتاع المدرسه بتجه للمدرسه بتاعتي. ايوه.
يعني فانت قادر توازن ومش حاسس ان ده بالعكس، انت حاسس ان الزراعه دي اضافه ليك. لا اضافه لي يعني طيب. حاجه مش صعبه على الانسان ولا حاجه زي كده يعني، او مش بتقلل منه. لا لا لا. طيب ليه شباب الصعيد مش بيكتفي ان هو يقعد ويعمر الكره بتاعته ويشتغل هناك؟ ليه بنلاقيهم يعني بنحس ان الصعيد بيئه طارده للشباب؟ الشباب يا اما بيحاول يهاجر، انا مش بتكلم على الطبقه بتاعتك، بتكلم على اللي هم اقل في الامكانيات، بنلاقيه يا اما على باخره بيحاول يهاجر، يا اما حاله نزوح جماعي للقاهره. اقول لحضرتك بالنسبه انا عايزه اسمع رايه هو كشاب الاول، انت هتقعد وتشتغل في الصعيد؟ انا عندي يعني عندي مميزات ان انا اقعد اركز للمدرسه واركز للزراعه. أيوة. لكن لما الشباب بقى اللي هي بتحب تسافر بره وحاجات زي كده بيبقى لها مثلا خطوة كبار مثلا قاعدين مهتمين بالبيت بالزراعه بحاجات زي كده، او ما عندهاش الفرصه بتاعتك. هم مستواهم مادي اقل وبيدوروا على فرصتهم في الخارج، بيدوروا على هدف مثلا، بيبقوا متجوزين بيطلعوا يسافروا بره مثلا. الواحد مثلا يساعد نفسه ان هو يجي يتجوز ويستقر ببيته وبعد كده يتجه برضه لمويل الزراعه بتاع ارضه وحاجات زي كده يعني، ويتجه لبيته في نفس الوقت. انت حابب انك تعيش في الصعيد، مش حاسس ان انت كشاب دي بيئه بالنسبه لك مش مناسبه؟ لا انا اتولدت في الصعيد وتربيت في الصعيد، فالواحد بيحب المكان اللي هو بيتولد فيه وتربى فيه. ايوه. مهما كان صعوبتها، مهما كان زراعه مدرسه اي حاجه، لازم تتربى فيه. طب ولما تيجي تتجوز هتتجوز بالطريقه التقليديه بتاعه اخوك الكبير، ولا هتحب ان انت تتجوز بطريقه قصه بقى وتعرفها الاول؟ لا عندنا احنا ما فيش كده، نفس ما اخويا اتجوز بالتقليده دي احنا برضه هنمشي عليها. برضه هتمشي عليها برضه؟ متاكد؟ طيب كويس ان انت مقتنع، مش متمرد ولا حاجه على التقاليد دي. هو القصه ان انت الايام اللي احنا فيها دي بتختاري، لازم تختاري كويس. ايوه لازم تختاري كويس جدا. احنا في ايام الرسول عليه الصلاة والسلام نبأ عليها من 1400 سنة ان يعني لازم الاصل. أيوة. تخيروا الناس، لازم الاخلاق تخيروا الناس فان العرق ده، وزي ما معروف طبعا في حديثنا الشريف. طيب انت بقى كامرأة في الصعيد مش بتحسي ان انت مهضوم حقك زي ما بنسمع وزي ما بنشوف؟ الصعيد المرأة وصلت لمجالات ولوصلت انها تتولى مناصب طب انت لا مش المراه ما بقتش في الصعيد مهضوم ده يعني الموضوع اتطور. كان زمان الموضوع، لكن لما كل اسره بتهتم بالتعليم، احنا كان الاسره بتاعتنا احنا بابايا كان بيهتم بالتعليم، بتعليمنا احنا زينا زي اخواتنا الاولاد. ايوه في التعليم يعني، ويمكن كان اهتمامه بالبنات اكتر من الاولاد كمان. يعني احنا عندي يعني اختي برضو خريجه دراسات عربيه، ويعني واختي كلكم متعلمين؟ كلنا متعلمين البنات. اجوازكم كنتوا حريصين هم يكونوا ايضا متعلمين؟ متعلمين. طيب يعني مثلا ما اشتغلتيش انت معاكي ليسانس؟ انا اشتغلت سنه بس، انا معايا، انا بحب الدراسه الاكاديميه. أيوة. يعني انا كان مجموعي يدخلني تربيه. ايوه اللي هو يعني لك تدريس وكده، بس انا ميولي كنت احب يعني ترجمه، احب الدراسه الاكاديميه يعني. ايوه فعشان كده دخلت اداب فرنسي. اشتغلت سنه لما كنت حاسه بالملل يعني. اشتغلت سنه في مدرسه فرنساوي في ابتدائي، بس بعد كده لما اتجوزت كنت تعبانه. هو بقى اللي قال لك اقعدي بقى وبلاش شغل، ولا ده كان هو؟ انا ظروف الحمل وكان المفروض ان انا بعد كده حملت وبعدين جبت بيبي وبعدين التاني، فما فيش وقت. ايوه ما كانش عندي وقت ان انا لو مثلا لو لقيت الشغل اللي انا حباه كنت ممكن ان انت توفقي. وممكن لما الولاد يكبروا شويه ترجعي تاني تقولي مستقبلي وشغلي. لكن انت ما عندكش اعتراض ان مراتك او زوجتك تبقى بتعمل؟ والله انا ما عنديش اعتراض، بس على فكره انا يعني انا ببص للمراه بالنسبه للمراه الصعيديه عامه ان هي عليها دور كبير جدا، وخاصه الست اللي هي ست بيت. ايوه انا بحس ان هي مهمتها اكبر بكتير جدا من الراجل، اكبر بكتير جدا من الراجل فعلا. هي مطلوب منها ان هي تطلع نشء للمجتمع كويس، مطلوب منها ان هي تطلع للمجتمع نشء صحي،
التزامات كتيرة جدا عليها. بتربي جيل. بتربي شايف جيل. ان ده دور لا يقل ابدا، بالعكس لا هو بالعكس. اكبر من دور الرجل. طبعا طبعا اكبر من دور الراجل بكتير. الراجل بيسعى ان هو بيجيب بيوفر الماديات للمعيشة. دي اقصى. لكن الست على دور كبير جدا. دايما بنقول ان مهنة الرجل بتترك اثر عليه في الشخصية حتى وهو في البيت مع اسرته مع زوجته. دلوقتي انت جوزك صعيدي ومحامي الاثنين، طيب كده يعني الشخصية، هل هو عنده صفات المحامي اللي بيدقق في كل حاجة وليه رأي في كل حاجة وعارف حقوقه ايه كويس قوي وواجباتك ايه؟ يعني هل الشخصية دي متأثرة بكونه محامي وصعيدي؟ هو اساسا درس شريعة وقانون، فممكن يكون يعني غير هو ممكن يكون الطبع نفسه غالب عليه شوية، عصبية عصبية والقانون غالبين هما الاثنين بتغلب عليه، بس مش في كل الأحيان. مش في كل الأحيان لا. بتطلع ساعات كده في مواقف معينة بتلاقيها ظهرت طلعت ظهرت يعني. بس لا في المواقف التانية لا. طيب انا ما اتكلمتش عن حاجات كتير في الصعيد لسه عايزه اتكلم فيها، بس عايزه اتكلم عن مهنتك كمحامي. بتعدي عليك قضايا كتير جدا اكيد. اكيد استوقفتك قضايا معينه لغربتها مثلا، والله وقفت انا عندها شويه كده تبص كده او مستغرب او والله. واحنا عندنا في طبعا في طبعا قضايا مرت عليا اكيد، من ضمنها قضيه كنت في محكمة مصر الجديدة، فكان في زوج وزوجة يعني مختلفين مع بعضهم وقدام محكمة الأسرة، فاتفاجأت بالقاضي. راجل محترم جدا، راجل سكرة جدا، قال لهم خلينا بعيد، خلوا قصة المحكمة دي بعيد، انا شايفكم ان انتوا حتى والد الزوجه كان موجود. قال له اسكت انت سيبني بقى انا اتكلم معاهم. قال لهم انتوا الاثنين انا شايف ان انتوا الاثنين مش مختلفين على حاجه، ووافق بينهم في الـ في الـ في الـ في الجلسه. هنا اتكلم كانسان بقى مش كقاضي يعني. بالظبط بالظبط. ومع تزاحم القضايا ان قاضي يقف كده الوقفه دي ويدي من وقته وفكره ويقف الوقفه الانسانيه دي حاجه تحسب له. احنا عندنا القضاه بأمانة شديدة، إذا لو حبيتي تشوفي بلد كويسة أو مش كويسة بص على القضاء فيها. أيوه. بص على الصحة فيها، بص على التعليم، من ضمن الحاجات القضاء ده أهم حاجة في الدولة. بس في مشاكل بقالها سنوات ولسه بنعاني منها. مظبوط. بطء إجراءات التقاضي، مفيش يعني عندنا مشاكل خاصة بالقضاء وخاصة بالقضايا واللي مزبوط. عندهم قضايا في الدولة. مظبوط حضرتك. أقول لحضرتك ليه؟ من ضمن أسبابها إن إحنا عندنا عدد القضاة قليل جدا على عدد القضايا اللي موجودة اللي بينظروها قدامهم. يعني أنت حضرتك القضاة على ما أعتقد ما يكملوش 500، يعني ما يكملوش 120 ألف أو 100. أيوة. تخيلي بقى كمية قضايا فوق فوق ال 20 مليون، فوق ال 30 مليون قضية. طب ازاي القضاء؟ فعشان كده جاي التباطؤ من هنا. طبعا طبعا المفروض يعني يبقى في نظرة من الرئيس أو من وزير العدل الحالي اللي هو اللي مسك، ان هو العدد يبقى اكتر من كده. طبعا العدد يبقى مناسب لتعداد الشعب، يبقى مناسب لعدد القضايا اللي عندنا موجود. كميه قضايا دي بقى لنا سنوات بنعاني منها. تخيلي انت قاضي حضرتك بينظر قدامه مثلا 1000 قضيه مثلا، انا بمثل لحضرتك يعني، تخيل ال 1000 قضيه دول هيقراهم امتى؟ هيطلع عليهم امتى؟ يعني برضه صعبه، فبيضطر ان هو يأجل او بيضطر ان هو بطء اجراءات التقاضي بقى اللي احنا نشعر بيها بس احنا كمان كمواطنين عندنا عيوب كتير. مثلا ما عندناش ثقافه، ما عندناش الوعي بحقوقنا ايه،
ولا واجباتنا في حاجات حقيقي. في احيان كثيره. حقيقي. بلاقي مثلا في الخارج كل مواطن عارف حقوقه كويس قوي وليه محامي يعرف يكلمه على طول، ما عندناش ثقافه التعاقد المنتظم ده مع محامي. والله كل واحد كل مواطن ليه المحامي بتاعه بيحضر معاه في كل حاجه، مظبوط. عنده الوعي بحقوقه ايه كامله. مظبوط حضرتك. ولذلك احنا عندنا في الصعيد برضو يعني على قد يعني على قد ما التعليم برضو دلوقتي بقى غير الاول خالص، والموضوع اختلف نهائي دلوقتي. احنا عندنا جهابذه في الصعيد بالنسبه للتعليم، طه حسين الله يرحمه كتير جدا. عندكم مدارس كويسه في الصعيد؟ طبعا انا عندي. ولا بتضطروا يعني اللي عايز يودي ابنه مدرسه كويسه ينزل القاهره؟ لا لا، الصعيد فيه مدارس قويه جدا، وفي مدارس يعني لا تتخيلي. يمكن مش عايز اقول لحضرتك لو كنت ببالغ في، الله اعلم ببالغ ولا لا، بس فعلا انا بشوف ممكن مدارس تكون مدارس احسن من هنا. الاهتمام الاهتمام لان المدرسين بيبقى عندهم ضمير. هنا بقى النقطه المهمه جدا، الضمير لان المدرس عامل مهم جدا في المنظومه التعليميه. فهناك المدرسين بيراعوا ضميرهم، كلهم عارفين بعض، اكيد في العلاقات الاجتماعيه اللي بين المعلم والتلميذ اللي احنا مفتقدينها هنا. انا بتصور يعني دي حقيقه، لان انت عندك الاخلاقيات بتاعت القريه هي ضعفت مش زي زمان، بس ما زالت لسه موجوده. ايوه، فتلاقي في اثارها موجوده. تلاقي يعني مثلا المدرس بيدي حقه. ايوه، بيدي حقه لو مثلا الطالب بيدي كل طالب حقه. بيدي كل طالب حقه واهتمام. يعني انا عندي في المدرسه دايما متابعين على طول، كل حاجه بيكتبوا لي في كراسه المتابعه. ايوه، لو في اي كل يوم، لو في غلط، لو في نسي واجب، في اهتمام، في أيوة. متابعه، في متابعه من المدرسين، في متابعه من المدرسه ومتابعه من البيت. ايوه، الاثنين. طيب لو هرجع للصعيد والاثار، بني مزار مشهوره حضرتك بالاثار. طبعا انا بستغرب ان بني مزار فيها كل ده، انا يعني ورغم كده لاقي البيئه الاستثماريه ضعيفه. حضرتك يعني مفيش استثمارات ليه؟ ليه المستثمرين بيهربوا؟ مفيش اطلال على البلد نفسه. هو الصعيد عامه مفيش اهتمام، مفيش اهتمام على البلد نفسها او على الصعيد نفسه. الصعيد مع ان المنيا يعتبر اول او عروس الصعيد، يعني اول محافظه في الصعيد. ايوه، فيها نسبه اثار، يعني اثار فرعونيه واثار اسلاميه واثار رومانيه. أيوة. يعني اللي هي من ضمنها يعني بني مزار السميات باب المزار. باب المزار ايه؟ اللي هي للبهنسه. ايوه، للبهنسه. كان حضرتك بني مزار الاسم نفسه اطلق على المركز ان هو بني زي مزار مدخل. المزار يعني مدخل اللي هو المدخل للمزار. أيوة. فعندنا في البهنسه مثلا كمثال عندنا ألف من 1070 ألف منهم، من ضمنهم 70 صحابي شاركوا في غزوة بدر، واخد بال حضرتك، وتوفوا في البهنسة. عندنا في البهنسة انتوا بتنتسبوا للأشراف. وبقيت أسمع كتير قوي الجملة دي، ومش عارفة أصدق مين وإيه الدليل. يعني إيه الدليل إن عائلة معينة بتنتسب للأشراف؟ أنا جدي كان عندنا النسب حضرتك كان من وراء البردي، مكتوب بالحبر. طبعا لما نقابه الاشراف طبعا هي اللي بتجمع كل الاشراف على مستوى الدوله، وعلى فكره الاشراف على ما اعتقد يعدوا دلوقتي 10 مليون شريف في مصر. 10 مليون دول اللي هم مثبتين ان هم ينتسبوا للاشراف. هل ليكم ميزات بقى معينه تاخدوها ولا هو ما فيش ميزه؟ نوع ادبي بس. من الرسول عليه السلام قال لا فرق بين عربي ولا عجمي الا بالتقوى والعمل الصالح. لكن الاشراف ربنا خصهم بان هم نسل النبي عليه الصلاه والسلام، نسل طاهر. سيدنا النبي كل نسب وصهر مقطوعان الا نسبي وصهري، فهم ممدودان الى ان تقوم الساعه. فطبعا النسب هم تاريخهم طبعا لما جم القاهره، لما جم مصر كان بعد سيدنا عمر بن العاص ما افتتح مصر. فكان في الوقت ده كان لسه الدين الاسلام ما انتشرش في مصر، فاستدعوا كمية من ضمنهم جدي السلطان محمود،
وحضرتك انا يمكن في صور جايبها لحضرتك برضو. جد سلطان محمود ده راجل كان بركه جدا، كان جد بيحكي لي عنه ان هو كان من ضمن الناس اللي هي كانت مثقفه جدا تعليميا دينيا، فنزل وانتشروا على مستوى، ولذلك انت تلاقي الاشراف على مستوى جمهوريه مصر العربيه، تلاقي في المنيا اشراف، في اسيوط اشراف، في قنا اشراف، في سوهاج، فوجي بحري، طبعا نزلوا الاشراف فانتشروا على مستوى الجمهوريه. ايوه. فبدا النسل بتاع كل واحد فيهم في المكان بتاعه بدا ينمو ويكبر. يعني احنا عندنا، انا عندي العيله في قريه صفطه ابو جرج لا تقل عن 4000 رجل. عيلتكم فيها 4000 رجل ما شاء الله يعني. يعني اللهم صل على النبي، احنا عائلة. ده كلهم موجودين في صفت موجودين جرج. مش كده؟ مش انتوا بتقولوا كده موجودين. صفت جرج. يعني عندنا اولاد ابو نحله، اولاد محرم، كلكم على صله ببعض. يعني هنا مثلا في القاهره الموضوع ده بقى خلاص الاقارب قوي في بعض، يعني ولاد العم ولاد الخاله الاخوات، لكن عندكم ال 4000 يودوا بعض يا رب طبعا ان شاء الله يعني. طبعا. وانت اي حاله وفاه، اي زي حاله زفاف، فرح مثلا او حفل، بيتجمعوا واخد بال حضرتك ويستقبلوا الناس، وفي عادات وتقاليد لا ما ينفعش ان الناس تمحيها في الصعيد. لا، في حاجات في الصعيد عادات وتقاليد انا بحترمها جدا وبقدرها جدا، غير بصراحه شديده غير وجه بحري خالص. احنا يعني مش عايز اقول لك انتوا مختلفين تمام، بتعتبروا نفسكم انتوا فيكوا اصاله شويه عن انا بحس بكده بصراحه وجه بحري انا بحس بكده ان انا بتعاملت لا ما بنشتمش تعاملت لا 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 هو ده احساس دايما لما بقعد مع حد اصلا من الصعيد ولسه عايش في الصعيد، يعني هنا بيعتبر ان هم محافظين على الاصول اكتر من المدينه نفسه، والعيشه نفسها هي الظروف هي اللي غلبتهم لكده. ايوه. عندي برضو الاشراف عندنا في قنا، عندي جدي اللي هو السلطان محمود ده بيتعمل له مولد كل سنه، بس علينا فتره ما بنعملوش، كان بيتعمل له علام جدي. ايوه. المولد ده تبع التصوف. طبعا. بس بتحس ان رغم كده الصعيد المفروض يبقى فيه اهتمام اكتر من كده، في طبعًا. مشاريع اكتر من كده، استثمارات اكتر. انت حضرتك سالت سؤال من شويه انا كنت هرد عليكي، اللي هو ليه الصعيد بيئة طاردة للشباب؟ هو الصعيد بيئة طاردة للشباب لسبب، لأسباب كتيرة، من ضمنها مفيش كمية المشاريع في الصعيد قليلة جدا. يعني المفروض الرئيس، وأنا إن شاء الله أنا متفائل خير برئيسنا الرئيس السيسي، إن هو بيلقي نظرة على الصعيد. الصعيد في حاجة لمشاريع كتيرة جدا، الصعيد غير وجه بحري بصراحة، وجه بحري فيه مشاريع كتيرة جدا، ولذلك في مصانع، في حاجات كتيرة جدا، الشباب شغالين في دمياط، بورسعيد، اسماعيلية، كل الأماكن دي فيها مشاريع كتيرة جدا. الصعيد كان منسي، بس أنا متفائل إن الرئيس السيسي وده اللي بيؤدي للتكدس هنا وبيؤدي للمركزية، وإحنا طالبنا يعني إن إحنا بقى نحاول نخفف من التمركز اللي موجود في القاهرة. يا سلام على القرار اللي خده الرئيس في قصة في القاهرة الجديدة، العاصمة الجديدة. دي حاجة بصراحة كان لابد منها من فتره جامده، لان بعد سنوات ومش كثيره الحياه هنا هتكون فعلا مستحيله. مستحيله لو فعلا، لو استمرت يعني مستحيله جدا. انا لسه جاي حضرتك من غمره، جاي هنا في حوالي ساعه. يعني المفروض ما بتنزلوش القاهره الا لما بنكون مضطرين، مش كده؟ لا، ولا عندنا مكان هنا في القاهره. عندكم والدي عنده مكان عماره بتاعته، وعندنا شقق فيها، وعندنا محلات، فبتنزل تباشر بقى شغل. فبنزل اباشر شغلي، وعندي المكتب بتاعي برضو في العماره، برضو عندي هنا. لكن الاقامه الدائمه في الصعيد؟ الاقامه الدائمه طبعا في الصعيد، بس برضو بحاول بوفق بين الصعيد وبين هنا، لازم اوفق بين هنا وبين هناك.
طيب بالنسبه لك انت الاقامه دائمه هناك مش كده في الصعيد؟ هناك. طيب ايه اوجه الترفيه في الصعيد؟ اوجه الترفيه ايه دلوقتي بقت الاماكن اللي ممكن تروحيها تحسي بترفيه فيها انت والاولاد؟ يعني مثلا بس ما مش في المركز نفسه، يعني لو عاوز لو هو ترفيه اكبر هتلاقيه في المحافظه، في المنيا بيبقى في مدينه ملاهي، فيها مدينه ملاهي للاطفال. لا والمنيا فيها اكبر كورنيش، فيها اطول كورنيش على مستوى الدوله، واحنا البلد بتاعتنا دلوقتي كورنيش المنيا ما اطول اكبر كورنيش على مستوى الجمهوريه. ايوه البلد بتاعتنا اتعمل فيها كوبري، الكوبري دوت يعني يعتبر ربط حول بني مزار كلها. ايوه ربطها بايه بقى، بالمنيا ولا ربطها؟ لا ربطها بمحافظه البحر الاحمر وراس غارب، وحتى كل اللي بيبقى مسافر بره بيرجع دلوقتي كده، حتى السعوديه بينزل من طريق اللي هو الصحراوي ده. ايوه بيعدي على الكوبري، الكوبري دوت معدي على القريه بتاعتنا اللي هي الشيخ فضل. الشيخ فضل على فكره من هي برضو من ضمن القرى، هي ليه سميت الشيخ فضل؟ نسبه للفضل بن العباس، الامير فضل بن العباس، موجود القبر بتاعه في الشيخ فضل، وقريه من ضمن القرى اللي هي دي يعني تاريخ اسلامي. ايوه دي تاريخ اسلامي برضه، لان الفضل بن العباس بن عم الرسول اثناء الفتوحات الاسلاميه مر على القريه دي. ايوه واستشهد، بيقال ان هو استشهد فيها، ومبني هناك ضريح ومقام للامير فضل ابن العباس، وكده سموا البلد الشيخ فضل نسبه للفضل ابن. لكن انتوا بتعتمدوا على الزيارات يمكن العائليه اكتر من الزيارات العائليه مش كده في الترفيه؟ طب انت كشاب ايه اللي ممكن تعمله في الصعيد وانت مقيم هناك؟ ايه لو انت حابب ان انت تخرج تغير زي اي شاب عادي، يعني ايه اوجه الترفيه هناك بالنسبه لك كشاب؟ يعني نظام اصحابي مثلا يجوا مثلا نروح مركز بني مزار ده، بنتمشى فيه نقعد في قفات شويه مثلا، بس في الوقت اللي هو فاضي مثلا. بس انا زي ما انت عارفه كده مثلا الوقت بوفق بين الزراعه والمدرسه، ما عنديش وقت كبير. انت ما عندكش وقت كبير ان انا ايه يعني يا دوب بيبقى في ترفيه. الترفيه عامه بيبقى في القاهره لما يحب يترفه باجي هنا، بيسافر هنا. أيوة. واحنا برضو الصيف بنقضيه هنا. ده الصيف بتاعكم؟ الصيف بتاعكم بيبقى هنا او مثلا ممكن نسافر نصيف. ايوه وفي رمضان برضو يعني يمكن بنقضي نص رمضان هنا ونص رمضان في البلد. ايوه طب بالنسبه للام بقى اللي بنشوفها في الدراما متسلطه والحما بالذات، عندك بقى الام الزوج، هل هي بالصوره اللي بنشوفها في الدراما؟ انا شفت ضحكه هنا يعني حاسه كده. لا ضحك عشان هو مامته ما يعني الحاج تاثيره اكبر. الحاج تاثيره اكبر عليه في كبير الكل. العيله اللي هو مسيطر على العيله هو كلها. هو المسيطر. ايوه فهي دورها هتلاقيه ضعيف، اللي دورها اقوى اللي هي مامت الحاج اللي هي ست حازم جدته. يا دورها اقوى. دي بتبقى ليها احترام والكلمه مسموعه ولها كلمه. يعني دراما ما بلغتش لما جابت الصوره دي. لا هو هي هقول لحضرتك حاجه، هي يعني دول البركه. ايوه الحاجه اللي هي جدتي دي البركه، واللي زي والدتي دي بركه برضو. بس جدتي معلش يعني عاشت عصر اللي هو كان فيه التقاليد والعادات اللي هي صعبة، فلذلك لما تديك رأي لازم تحترميه ولازم تقدري الرأي بتاعها، لأن رأيها أكيد هي ما بتقولوش يعني بتقوله عن تجربة. رغم انها ممكن تكون مش متعلمة لكن رأيها بيمشي على الجيل الشاب المتعلم، لأن انت عن اقتناع وحب، انت مقتنع ان رايها لازم يؤخذ بيه. طبعا مش لازم يؤخذ بيه. لا هو انا عندي الحاج ربنا يديه الصحه يعني عمل يعني ما سابش مكان الا لما راح، وعمل علاقات كتيره جدا، خبرته في الحياه جامده كبيره. فما ينفع الحاج لازم، هو صاحب الكلمه طبعا وهو صاحب الراي، واخد بال حضرتك؟ لكن احيانا بقى بيبقى يعني ايه
بيراضي الحاجه، أيوة. واخده بال حضرتك؟ أيوة. بيراضيها احيانا كده ايه، بيثبتها. فانتوا انتوا بتسمعوا الكلام وخليتوها هي الكبيره عن الحب، يعني ده حقيقي، هي البركه زي ما انت بتقول. طبعا، واحترام ليها ولوالدتي. والدتي على فكره مش حامه خالص، ايوه، يعني انا والدتي مش حامه نهائي، يعني والدتي ب ب ب بتتعامل مع سواء مراتي او مرات اخواتي. انا عندي طبعا محمد واخد تربيه رياضيه اصغر مني على طول، وعندي خليل. انتوا كام اخ بقى؟ انتوا احنا ستة اخوات. لسه برضو السعيد محافظ على الولاد الكتير وال ما شاء الله، يعني انت اربعه هو لا حتى ما مش الان كله حتى هو الان انا اربعه هو مش كله في اتغير، يعني في ثلاثه بس. بس عشان انا خلاص ما فيش شغل، فقلت وانا حابه يعني الاولاد. ايوه والله، هو ربنا سبحانه وتعالى قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الكلام ده حلو جدا طبعا، لو هنربيهم كويس، لو في الإمكانيات إن احنا نعلمهم نطلعهم أفراد منتجين. يمكن العيلة اللي معايا دلوقتي عندها كل الحمد لله، متوفر عندها الحمد الحمد لله. يعني لكن احيانا احنا بنقول كده من باب ان الولاد يجوا يبقوا في بيئه تتاح لهم التعليم والصحه الكويسه والنشاه الكريمه. هو حضرتك لا، هو الثقافه بقى في الصعيد مش اخده اللي هو يعني انا ما فيش مخالفات في الصعيد، يعني لا هو بيخلف ان العيل القراءة جايب رزق، جايب رزقه. هو جايب رزقه بقى محتوم، يعني مش انت اللي هتبقى، مش انت اللي هتخطط الرزق، ومش انت اللي هتخطط له انا عاوز هما لسه كام. عايشين بالمبدأ ده، لا مش العيل كله، برزقه يجيب ان شاء الله 10 برزقه. مش عموم، مش في العموم. أي في خلاص مقتنع اقتناع تام بكده. أي بتختلف من بيئه لبيئه، بتختلف من مكان لمكان، او من بيت او لبيت. من فرد لفرد. هو عموما بالنسبه للانجاب في الصعيد، هو يعني بالنسبه لتحديد الناس في الصعيد صعب شويه، او ما بيبصوش للحته دي قوي. وهقول لحضرتك برضو حاجه، هو في الصعيد في خير برضو، على قد ده كله في خير. فالولد مثلا او البنت بتيجي برزقها، لا ربنا سبحانه وتعالى هو اللي حلوة بيرزق. الجملة دي، الصعيد فيه خير. ها طبعا، مفيش حد في الصعيد ممكن زي ما احيانا بيحصل في القاهرة ينام جعان لا او ينام لا. من غير قوت عياله او صعب وهو محتاج أوي. لا لا صعب لا صعب. او جردان، عشان الصعيد فيه رضا اكبر من رضا. يعني مثلا عندك هتلاقي في الصعيد التكافل عندكم يمكن كويس، التكافل او التكافل الانسان نفسه راضي بحاله، فالرضا ده محسسه بايه، هو عنده احساس بالرضا. ايوه، وعندنا فاعلين حالته الماديه، فاعلين الخير برضو. يعني انا عندي ابن خالي محمود خليل، ده ماسك لجنه الزكاه عندنا في قريه صفت. انا بساله في مره، فبيقول لي في القريه عندنا، فبيقول لي الحمد لله يا محمود احنا ما عندناش فقير دلوقتي. ما عندناش فقير؟ لا بس فقير مش في كل دلوقتي. لسبب كل هي القريه بتاعتهم، ما انت برضه القريه احنا عايزين ناخدها نموذج عشان يعمم. هي القريه بتاعتهم ماديا اسمها كده بس. قرية صفت هي أبو جرج. القريه جرج. بتاعتهم ابو جرج ما فيهاش فقير. لا ما انا بقول لك مش يعني كده، مش المعنى حضرتك كده. هو عايز يقول لي ان الاهتمام الاساسيات متاحه. هم في لجنه الزكاه دي بتعتمد على المعونات، اللي هي لو واحد مثلا هيتبرع بجزء مثلا من مرتبه، من شخص مثلا رجل اعمال مثلا عايز يتبرع مثلا بيتبرع للجنه الزكاه دي. فبيقول لي كده على اساس ان موفرين لهم التبرعات كتير. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. طب انا الكلام ده خلاني اتمنى اكون صعيديه او اروح اعيش في الصعيد معاكم او قريه صفت ابو جرش بالتحديد، لان كلام حقيقي جميل جدا واسره جميله ومشرفه وانا سعيده ان الحال تطور كده في الصعيد، على الاقل عند اسر كتير، اكيد مش كله يعني ومش كل الكرة كده طبعا، بس ده نموذج يا ريت نعممه. والصعيد تستحق من المسؤولين هم ينظروا لها نظره اهتمام اكتر من كده. الكلام الجميل ده بقى
نكمله بالمكتبات وبالمشاريع والاستثمارات والمصانع، هي بدأت علشان ما تبقاش برضو البيئه الطارده اللي احنا بنقول عليها. هي بدأت فانا شوية. انا معلش بني معاك، وانا سعيده جدا بلقائنا. بشكرك استاذه رشا سعد، بشكر ولاد الجمال، بشكر استاذ حازم بهجات واستاذ مصطفى بهجات، شكرا ليكم. شكرا. بنشكركم مشاهدينا على متابعتكم لينا، والى اللقاء ان شاء الله وحلقه جديده من بيت العيله.